السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا الكرام. وكما عودناكم كل أسبوع لنا تغطية في سوق الوفا في شقصان جنوب الطائف. رح ننقلكم أسعار الحراج لهذا اليوم، اليوم التاريخ 28/7/1443. تابعونا حياكم الله. على 80 على 90 على 90 ريال، 710 ريال، 710 ريال على 20 يا عبيد، يا عبيد 20. مره عندك سيد غازي الله يبارك له، اربح اربح اقنع وتكرم كرمتين. 700 80 90 قفل 800 قفل احسن قفل يا شيخ هايش يا هايش 1270 وينك انت من اليوم؟ انت وين مخاصي؟ في مخاصي وفي اثنين ثنيان خلك 270 تجي يا ولد، عطلت البيع. خلك يا ولد ولد مره يربح زبون 1270. اعطيه 900 محمد 900 الله يبارك له. يا محمد يا ربع يا تصدق يا ربع يا محمد يا ربع محمد يا محمد الله يبارك محمد ربع حفيظ 2 4 6 ها 950 عندك زود لبي مره اعطيها هني ابارك له. عندك زود عم عيد 60 حسين هذا كله جدعان يا حسين اعطي هني ابارك كحوشة قدر أحمر يربح العود عيد يربح 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 عندك زود لبي مرة 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 بعتها بنت حلال يربح سبول رح تربح يا عبيد فرحي رح تربح. كم العدد؟ 29 كم راحتها؟ 670 80 يا شاب 90 وانت برا 90 710 20 وانت برا 20 انت برا هيا خلي خلاص ما هو انا 720 بعدين حرج مضبوط 720 ما هو شغلك الكلام هذا ما شاء التوس التوس الصويله لازم اهزع والده والده خلاص 720 اجل بعدين اللي قلت علي هناك ما اخذون لك شيء يا ابو خالد 90 ابو خالد 90 والله طيبه والله 90 1430 اعدل خاطر ابيع مره يربح يربح يا ولد يا حسين ابيض فيها ب 410 ايوه يا ابو خالد من شاء الله رايحه 910 ابيع مره اعطيه 910 عند الخاطر ابيع 20 على 20 على 20 ابيع مره اعطيه 920 ابيع الله يبارك لك سجل 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 خرج على هم ما في هاي يا احمد عندك زود يا والله بي مره سهل يا ولد الله يا ولد يا ولد يا ربع يا ربع يا ربع انقنع السنه جاي اي قنع الله يبارك لك قنع يا حسين عندك زود احد زود 430 ارباح عندكم زود حاضرين مره انا بارك له حوش على 1460 عندكم زود يا لبيب مره ارباح يا
يا احمد عويض يا صالح حسن عندكم زود مره اربح عندك زود عندك زود انت عندكم زود حاضرين مره 80 ابو عبد الله شو ولا بيه ابو عبد الله عندك زود عندي 700 الرئيس تهل عايش عندك زود 700 بارك الله عليك والله اني زايد على 40000 اربع الله يجعلك ما تبيع ان شاء الله كم راحت؟ 6150 اثنين هذه اعدل نظر مره يستاهل ابي ابرك 5600 مره يا ربح يا وكيله عرج عندك 5600 1410 ريال اخلص عندك زود ولا بيع مره اربح رح تربح يا عبد الله ساتر رح تربح تسمي عشرة شاف ولا بيع مرة أبي أبارك تسمي عشرة يا رب الله يبارك له شاور عدل النظر حد الخاطر مرة عندكم زودة حاضرين عن 1510 ريال مرة أعطنا بارك له يا رب احد الشاف احد النظر احد الخاطر الله يبارك له اعطيه عنده بارك له حوش حلال 1170 كم عليها؟ يا ستين يا ابراهيم يا مصري اعطي هدية باركة على المر اسلم درهم كربعين درهم كربعين عون هنا عندكم زاد حاضرين هذا لك الكربعين هدية باركة حوش اقدر تبيع من 1090 تبون صوت هيا شو ازعاج وراح راح يا سعود راح خلاص تري 1110 20 عبد الله ساتر الله اعطنا بارك له بارك الله له اربع حلين هذا على التعزير ماني قنع مره نهائي اربع اضرب حلين عمي بصيني على اخلص عندك جاد 20 الحالي الاخر 20 غلق مره 4 220 4
فيها 960 ربع عندكم زوج عند 960 تحت الخاطر ابيع رهيب 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 تحاول ابيع 960 960 960 يا ربع اقول يا ربع 600 الله يبارك لك 70 يا فهد 70 شاف الابيع مره يستاهل ابي برك 700 احد شاف احد النظار انا بعتها ب 1900 تزعل ترضى بكيفك كيف يعني حلالي ولا حر كفو كفو والله يا شيخ لكن ما ادفع يربح صافي والله لو لقيت صافي ما ادخر عن شيء احمد اخلص لا والله ب 1900 بعتني يربح يا خالي روح على بركه يا ناصر سجل على سجل يا كاتب يمني الشاري الشاري ناصر رايد طيب خذ فاتوره روح لعند فهد عون هناك عون يا رايد